إذن وصلنا إلى نتيجة أنه تعريف المشتقة الجزئية للدالة F بالنسبة لـ X والمشتقة الجزئية لـ F بالنسبة لـ Y يعطي طريقتين من اشتقاق الدالة F عند النقطة المعينة. الأولى هي بالنسبة لـ X والثانية هي بالنسبة لـ Y. عندما نشتق بالنسبة لـ X Y ستكون ثابتة، وعندما نشتق بالنسبة لـ Y الـ X سوف تكون ثابتة. خلينا نلاحظ المثال الأول اللي أمامنا. Find the values of partial f over partial x and partial f over partial y at the point 4, minus 5 if f of x and y equal x squared plus 3xy plus y minus 1. عندك هذه الدالة وريد نعرف المشتقة الجزئية بالنسبة لـ x والمشتقة الجزئية بالنسبة لـ y عند النقطة 4 وناقص 5، يعني نريد نعرف ايش قد القيمة مال هذه المشتقات. بداية لإيجاد الـ partial f over partial x we treat y as a constant، يعني نعتبر الـ y عبارة عن ثابت and differentiate نشتق أو نفاضل with respect to x. فpartial f over partial x equal مشتقة الدالة x تربيع زائدا 3xy زائدا y ناقصا 1 بالنسبة لـ x. فمشتقة الـ x تربيع هي 2x، مشتقة 3xy هي 3y، يعني جاي نشتق فقط للـ x. مشتقة الـ y بالنسبة للـ x 0، والواحد هو كونستانت مشتقته راح تكون صفر. فيطلع عندنا النتيجة المشتقة الدالة F بالنسبة لـ X فقط هي 2X زائدا 3Y. حتى نعرف ايش قد قيمته نعوض the value of partial F على partial X at 4 and minus 5 is 2 في قيمة الـ X اللي هي 4 زائدا 3 في قيمة الواي اللي هي ناقص 5، وراح يطلع عندك النتيجة هي ناقص 7. إذن قيمة مشتقة الدالة F بالنسبة لمحور X فقط هي ناقص 7. الآن بالنسبة مشتقة الدالة F بالنسبة لـ Y we treat X as a constant، راح نعتبر أو نتعامل مع X كثابت and differentiate with respect to Y، راح نفاضل فقط أو نشتق فقط بالنسبة لـ Y. partial F على partial Y راح يساوي لك partial للدالة اللي هو مطيناها بالسؤال على partial Y. فمشتقة الـ X تربيع بالنسبة لـ Y هي صفر، مشتقة 3xy هي 3x، مشتقة الواي يعني يصير عندك dy على dy يعني راح يساوي لك 1، مشتقة الواحد اللي هي 0. بالمحصلة راح يطلع عندك قيمة مشتقة الدالة f بالنسبة لy هي 3x زائدا 1. الآن نعوض قيمة النقطة اللي عندنا اللي هي 4 بناقص 5، ف يكون نتيجة 3 في 4 زائد 1 لأن ما عندي فد متغير y بالدالة حتى أعوض ناقص 5 بي. طلعت عندي قيمة المشتقة partial f على partial y قيمتها 13. المثال الثاني find partial f على partial y as a function if f of x and y equal y sin xy. يريد فقط مشتقة هذه الدالة بالنسبة لواي علما انه بها هي متغير اخر اللي هو الاكس، بمعنى احنا راح نتعامل ويا الاكس ككونستانت. فمشتقة الدالة اف بالنسبة لواي راح يساوي لنا partial y sin xy على partial y وراح يساوي لنا.
الأول في مشتقة الثاني زائدا الثاني في مشتقة الأول، وراح تكون عندنا y نفسها مشتقة الساين هي كوساين x، ومشتقة الزاوية نفسها اللي هي ال xy راح تكون partial xy على partial y، زائدا ساين xy نفسها مشتقة الواي بالنسبة لواي راح يساوي لك واحد، مشتقة الاكس واي بالنسبة لواي راح يساوي لك اكس، فبالتالي راح تطلع للأمام راح يكون عندك قيمة المشتقة اكس واي في كوساين اكس واي زائدا ساين اكس واي.